هذا وقد عاد الرئيس السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة الأفريقية الأوروبية ببروكسل، وذلك حسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. اختتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل بالمشاركة في الجلسة الختامية لقمة الاتحاد الأفريقي والأوروبي السادسة. ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال القمة إلى دعم التنمية الاجتماعية والإنسانية وقضايا الصحة والتعليم في القارة الإفريقية، وكذا مناقشة القضايا البيئية وسبل الاستفادة من الطاقة المستدامة والتحول الرقمي وتوفير فرص عمل بهدف تعزيز الاستقرار بالقارة. وعلى هامش مشاركة سيادته، عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع كل من رئيس وزراء بلغاريا، رئيس جمهورية قبرص، رئيس البرلمان الأوروبي. كما شارك سيادته في المؤتمر الصحفي للدول المصنعة للقاحات. وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر، غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة البلجيكية بروكسل عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن.